السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم، سلسلة سنقول لكم كمبيوتر، إعداد وتقديم إبراهيم عبد الحميد، متغمر من المنصورة مصر. أرقام التليفون 016-50-47-329 أو 017-52-72-96. شكر خاص لكل من بالترتيب الزمني من الأقدم للأحدث، طبعا الأقدمية يعني حسين سامي السيد، أحمد شفيق ندى، كنزي عمرو، زهرة الفردوس، صافي ناز، فاروق إمام. إيميل السلسلة firstyear_1988@yahoo.com. سيبها مشكلة. الحلقة بتاعت النهاردة عايزين نتكلم في حاجة مهمة أوي، هي ازاي تسطب نسخة ويندوز اكس بي على جهازك. يعني النسخة اللي احنا شغالين عليها طول حلقات السلسلة لحد دلوقتي هي اكس بي، كويس؟ فازاي تسطب نسخة زي ديت على جهازك؟ احنا خدنا في حلقة سابقة ازاي تجمع جهاز، وكذلك الموضوع هتتكرر، يعني موضوع تسطيب النسخة ده اتجاب اكتر من مرة، وكذلك موضوع تجميع الجهاز، وكل الموضوع هتتكرر اكتر من مرة. المهم المقصد بقى من الحلقة ديت هو ازاي تسطب نسخة على الجهاز، نسخة ويندوز. تسطب اللي هي بيسموها بالعربية نصب، عملية تسطيب اللي هي عملية التنصيب، كويس؟ العملية دي اللي هي بالانجليزي كلمتين بيعبروا عنها، سيت اب او انستليشن. يبقى انت عندك انستليشن اللي هي سيت اب، اللي هي انك تسطب نسخة، كويس؟ احنا عشان نخش في الموضوع ده محتاجين نكون عارفين اربع كلمات، الاربع كلمات هما مفتاح الموضوع كله، كويس؟ هما الحقيقة اكتر من كده، هو انت دلوقتي احنا عرفنا قبل كده يعني ايه هاردوير ويعني ايه سوفتوير. هنعمل مقدمة بسيطة وبعدين نخش في الاربع كلمات وبعدين نخش في العمل. عرفنا قبل كده يعني ايه هاردوير ويعني ايه سوفتوير. نرجع مع بعض. هاردوير يعني المكونات المادية للجهاز، يعني ايه اي حاجة بلمسها او بشوفها، زي الشاشه، زي الكيبورد، زي الماوس، زي المذر بورد، زي السي بي يو البروسيسور، يعني زي الرامات، زي الهارد ديسك، كل ده اسمه هاردوير، كويس؟ ايه السوفت وير؟ البرامج والحاجات اللي موجوده على الجهاز. طب ايه اشهر مثال على ده؟ الويندوز، نظام التشغيل، نظام التشغيل الاوبريتنج سيستم اللي موجود سواء كان ويندوز او غير ويندوز، ده اسمه سوفت وير. المكونات الماديه للجهاز، الحاجات اللي انا بشوفها وبتعامل معاها اسمها هاردوير. يبقى انا دلوقتي عندي حاجتين، سوفت وير هاردوير، كويس؟ الحاجتين دول بيركبوا على بعض. يعني ايه بيركبوا على بعض؟ يعني ده بيتعامل مع ده، يعني بيتفاهموا مع بعض. فعشان ده يحصل لازم يكون في نظام تشغيل اوبريتنج سيستم اللي هو الويندوز. عشان الاوبريتنج سيستم ده يكون موجود بنعمله عمليه انستليشن. يعني ايه انستليشن؟ يعني عمليه تسطيب له. طب هو كان ايه وبعدين بقى متسطب؟ هو الاول ما كانش متسطب. النظام التشغيل زيه زي اي برنامج بيتسطب، اي برنامج في الدنيا بيتسطب، كويس؟ طبعا في برامج ما بتتسطبش، قصدي الاصل في البرامج انها بتتسطب، انما دلوقتي بقى في برامج اسمها بورتابل، البرامج ما بتتسطبش، بتتحط على الجهاز كوبي بيست يعني وتشتغل على طول ما فيهاش مشكله، كويس؟ انما الاصل ان البرامج بتتسطب وبتبقى موجوده في الاول بروجرامز. المهم بقى، فنظام التشغيل بتاعنا الاوبريتنج سيستم ده بيتسطب، بيعمل عمليه انستليشن. طب قلنا هو كان ايه؟ كان مش متسطب. يعني ايه مش متسطب؟ يعني غير مفعل. عمليه التسطيب ديت عمليه التفعيل. ولنفرض مثلا انك عندك ميه، حلو. الميه ديت عباره عن تلج، يعني انت عندك لوح تلج، كويس؟ وانت عايز تستفيد منه في حاجه معينه، هي انك تشرب منه، كويس؟ هل اللوح التلج ده يمكن الشرب منه؟ اذا هو الميه موجوده بس مش موجوده في صوره سائله، فما اقدرش استفيد منها، موجوده في صوره اخرى. الصوره الاخرى دي اللي هي صوره التلج غير مفعله. فهو ده اللي بيحصل. اسطوانه النسخه بتبقى موجوده، نسخه الويندوز بتبقى موجوده على اسطوانه، كويس؟ الموجوده على الاسطوانه ديت بس مش موجوده على الجهاز، غير مفعله. يبقى ايه؟ انا ممكن اخدها من على الجهاز احطها كوبي بيست في قلب الجهاز بس تبقى غير مفعله برضه. يعني فكره التسطيب غير فكره الكوبي بيست. كوبي بيست يعني باخد منه نسخه زي ما هو واحطه، انما التسطيب هو ان انا افعله وان انا اخليه يفرد نفسه. بمعنى ان انا عندي النسخه
اللي انا شغال عليها ديت موجوده في السي، في اللوكال ديسك سي. لما افتح معايا الكمبيوتر هلاقي هنا السي ده موجود في النسخه، هنا اهي النسخه الويندوز، هي دي نسخه الويندوز بعد ما سطبتها بتتحط هنا. طب هي عمليه التسطيب دي عباره عن ايه؟ عمليه التسطيب دي عباره عن حاجتين، ان انا بنقل الملفات من على الاسطوانه لقلب الجهاز وبفردها. يعني الملفات اللي على الاسطوانه بتاعت الويندوز قد تكون 1000، حلو، الملفات هنا قد تكون 10000. ليه؟ اللي حصل الملفات ديت تولدت تكسرت مع بعض كده، عملوا ملفات جديده بحيث تبقى موجوده النسخه على الجهاز مفعله، تمام. النسخه ديت قد يكون مساحتها، نجيب مثلا من بروبرتس اهو نشوف مساحتها كام. النسخه دي مساحتها مش مكمله 2 جيجا، هنقول انها 2 جيجا، كويس. هي على الاسطوانه كام؟ 700 ميجا. طيب في اسطوانات ويندوز ما بتبقاش 700 ميجا مليانين، بيبقوا 200 ميجا، وفرديتها في كام؟ في 2 ميجا. يعني الاسطوانه بتتضاعف 3 4 5 مرات، ممكن تتضاعف 3 4 5 مرات. ازاي بقى؟ الملفات اللي موجوده على الجهاز اللي على الاسطوانه لما اتسطبت، لما حصل لها عمليه تسطيب انستليشن، لما عملنا نزلنا النسخه بنسميها برضو تنزيل النسخه، لما عملنا الموضوع ده اتفعلت فاتفردت فاتحطت في السي، كويس. فديت عمليه انستليشن. ايه وظيفه الاوبريتنج سيستم؟ ان هو بيربط المستخدم اليوزر بالهاردوير، يعني السوفت وير ده وظيفته ان ايه؟ حلقه الوصل ما بينه وما بين الجهاز، كويس، اللي هو المكونات الماديه. يبقى احنا كده عرفنا مقدمه بسيطه، عرفنا من خلالها يعني ايه كلمه انستليشن او سيت اب. تسطيب اي برنامج بقى، سواء تسطيب نسخه، سواء تسطيب برنامج ريال بلاير، سواء تسطيب ياهو ماسنجر، سواء تسطيب فلاش بلاير، سواء تسطيب اي برنامج في الدنيا من البرامج الموجوده، فوتوشوب، فلاش، اوتوكاد، اي برنامج من البرامج الموجوده، هي فكره التسطيب كده، ان هو ممكن يكون موجود عندك على الجهاز. يعني واحد يقول لك انا عندي البرنامج سورس، يعني ايه عندي البرنامج سورس؟ يعني عندي الاصل بتاعه، بس مش متسطب، لانه محتاج ان هو يسطب، يعني واخده من عند واحد صاحبه او من عند اي حد او نزله من النت سورس، كويس؟ انما ما سطبوش، كويس. عمليه التسطيب ديت انك تضغط على الملف بتاع السيت اب، باختصار شديد جدا بيبقى في ملف في البرامج وفي كل الحاجات اسمه ملف السيت اب، بتلاقي اسمه كده سيت اب او الانستول، بيبقى ممكن يكون اسمه انستول، تضغط عليه ضغطتين بعد كده هيجيب لك نافذه كده تقوم ماشي معاها، ويزرد بيسموها، هي ويزرد اللي هي النافذه ايه متفاعله معاك، تضغط نيكست تاني حامل في شويه حاجات، نيكست نيكست نيكست، اي اجري اي اكسبت الحاجات ديت، وبعدين في الاخر فينش، تلاقي الحاجه اتسطبت عندك وبقى لها ايقونه على سطح المكتب وبقى لها ايقونه في الاول بروجرامز. دي عمليه التسطيب باختصار شديد، كل البرامج نفس الفكره دي، تضغط عليه ضغطتين والتنيج ماشي معاه، كويس. دي حاجه، يبقى احنا خدنا فهمنا يعني ايه انستليشن، كويس. دي تاني كلمه علينا النهارده، اول كلمه عمليه البوت. يعني ايه بوت؟ دلوقتي الجهاز في الاول خالص قبل ما يحمل النسخه بيعمل عمليه تانيه ان هو يقوم، يعني الجهاز اصلا بيبقى مطفي، بتوصل انت الكهرباء وبعدين بتدوس على الباور. اول حاجه بيعملها بيبوت. يعني ايه بيبوت؟ يعني بياخد ملفاته الاساسيه من مكان معين، حلو. ممكن ياخدها منين؟ ممكن ياخدها من اي حاجه، ممكن ياخدها من فلاش، ممكن ياخدها من فلوبي ديسك، ممكن ياخدها من سي دي، ممكن ياخدها من دي في دي، ممكن ياخدها من هارد. طب الجهاز في حالته الافتراضيه، الجهاز اللي انا قاعد عليه دلوقتي او اي حد قاعد عليه، بياخد ملفاته منين؟ من الهارد، كويس. يبقى عمليه التبوت اصلا بتبقى من الهارد، الملفات الاساسيه للجهاز موجوده على الهارد، فالجهاز بيبدا يقوم بياخد من الهارد وبيقوم يكمل ملفات. بعد كده بعد ما بيبوت بيجي بقى الحاله الثانيه ان هو ايه؟ يبدا يحمل في النسخه، تمام، مع التبويت. بيبدا بعد التبويت ان هو قام خد ملفاته الاساسيه. الملفات الاساسيه قوي اللي لا يستغني عنها الجهاز بتبقى موجوده في حاجه اسمها البايوس او حاجه اسمها السيموس، اللي هي ايه؟ ايه البايوس وايه موضوع البايوس والسيموس دول؟ اللي هي البطاريه اللي موجوده في قلب الجهاز اللي احنا شفناها المدوره ديت، ديت هي دي بقى فيها الملفات الاساسيه اللي هي بيانات الجهاز، كل الملفات الاساسيه. المهم هنخش عن على البايوس وهنشوف اللي هي الشاشه الزرقاء ديت اللي بيبقى فيها كلام انجليزي. المهم ده الملفات الاساسيه خالص، فالجهاز بيبوت. فانا قبل ما اسطب النسخه لازم اتاكد ان الحاجه اللي انا هسطب من عليها النسخه، انا ممكن اسطب نسخه من اي حاجه، ممكن اسطب من على فلاشه، ممكن اسطب من على اس دي، ممكن اسطب من اي حاجه. انا لازم اتاكد ان الفيرست بوت بتاعي هو الحاجه اللي هيبوت منها الجهاز، اول حاجه هي الحاجه اللي انا هسطب منها. بمعنى ان فرضنا ان انا حطيت الصوت نسخه، كويس، الجهاز دلوقتي بقى عنده حاجه اسمها البوت سيكونس، ترتيب التبويت.
فانا رافض ان انا حطيت الصوره نسخه في قلب السي دي كويس، بس الجهاز اول حاجه بيبوت منها، بيبوت منها الايه؟ الهارد. فانا هاجي اسيت اب اسطوانه النسخه، هلاقي ان كل مره الاسطوانه ما بيخشش عليها بيخش على الهارد كان الاسطوانه مش موجوده. ليه؟ لان هو انا مظبطه على ان الفيرست بوت بتاعه هو الهارد. امال انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج اعمل الفيرست بوت هو السي دي. فهو الجهاز يفهم ان انا هدور في السي دي الاول، اذا لقيت نسخه في قلب السي دي خلاص مش هروح للهارد، هاخد بتاعه السي دي. طب لو ما لقيتش نسخه في قلب السي دي خلاص يبقى انا هروح للهارد. كويس، يعني احنا بنرتبهم ترتيب حسب الاولويه، فيرست سكند ثيرد. كويس، فده اللي هيعمله دلوقتي. نخش على الفيديو ده نشوف الموضوع، هيبان اكتر مع الفيديو. دلوقتي الجهاز بيبوت، هو جه هنا. طبعا في حاجه هو بيقول لك عشان تخش على السيت اب او عشان تخش على الـ على الـ على البايوز او عشان تعمل، اضغط اف 2، اضغط ديل اللي هي ديليت، يعني اضغط حاجه. خلاص بتضغط على الحاجه اللي عندك على حسب جهازك، سواء كان لابتوب او سواء كان ديسكتوب، بتقوم ضاغط، بتبدا بقى بيجيب لك البوت منيو اللي هو ترتيب التبويت. اول حاجه ريموفابل ديفايس، الريموفابل ديفايس دي اللي هي الفلاشات، تمام. بعد حاجه بعد كده بيباوت من الهارد، بعد كده بيباوت من سي دي. يعني انا لو حطيت اسطوانه سي دي، سيبك من انها باوت من فلاش، سيبك من موضوع الفلاش ده خالص دلوقتي، مين اللي له الاولويه، الهارد ولا السي دي؟ كويس، الهارد. طب لما الهارد هو له الاولويه، طب انا حطيت الاسطوانه في السي دي كده يبقى انا لازمه، لا مش هيبقى لازمه، انا لازم اغير من هنا. يبقى انا لازم اعمل الترتيب بتاعي، الاول ريموفابل ديفايسز، الثاني سي دي، الثالث هارد. يبقى ده الترتيب اللي انا همشي عليه. الرابع ممكن احط النتورك ان هو يسطب من على الشبكه، قصدي يباوت من على الشبكه. كويس، ده الترتيب الطبيعي اللي انا المفروض امشي عليه، تمام. فالراجل ده المفروض يظبط الترتيب بتاعه لده، فيخش على حاجه اسمها البايوس اللي هي الشاشه الزرقاء اللي تيجي حالا. احنا فهمنا الموضوع ده ان هو بيباوت بالترتيب، فانا بخلي اول بخلي السي دي قبل الهارد، بخلي السي دي قبل الهارد عشان لما احط اسطوانه السي دي يعرف ان انا عايز انزل نسخه او عايز ابوت من على الاسطوانه، مش عايز ابوت من على الهارد. وانا ببوت بقى من على الاسطوانه ببدا اسطب النسخه. اهو ده البايوس. ده البايوس بتاع الراجل ده اهو موجود. طبعا بايوس انواع كتير، الشركات اللي بتبقى موجوده هنا دي فونكس ومش عارف ايه وحاجات كتير واوارد وحاجات زي دي. المهم فهو بيقول لك المين، الادفانسد، الباور، البوت، الاكزت. انت طبعا بالاسهم تحرك يمين شمال، هتتحرك من القائمه دي للقائمه دي، تنزل بالتحت وتحت والفوق، تتحرك بالحاجات اللي قدامك دي. فهو طبعا بايوس نتعرف عليه سريعا. في المين هنلاقي ان انت عندك ايه، برايمري ماستر وبرايمري سليف وسكندري ماستر وسكند سليف. لو كنت موصل الهاردات او موصل حاجات هيشوف بقى انت موصل ايه الاساسي فيهم وايه الايه والفرع. كويس، ده السيستم تايم والسيستم ديت، التاريخ بتاع السيستم وكده. كويس، انا بدور في دولت على ايه، ما يهمنيش حاجه في دولت كلهم غير البوت. فهو يقوم رايح للبوت، هنجرب احنا اهو دلوقتي، هو راح للبوت. كل اللي عايز يعمله هو ان هو يخلي السي دي فوق الهارد، دي الحاجه الاساسيه اللي هو عايز يعملها. فهيبدا يحرك بالاسهم اتجاهات زي ما قلنا اهو، السي دي رفعه وخلاه فوق الهارد بالاسهم بتاعت الاتجاهات عادي. كويس، ممكن يحطه كمان فوق الريموفابل ديفايسز. يبقى احنا دخلنا على البايوس باي شكل من الاشكال، اول حاجه حطينا الاسطوانه، دخلنا على البايوس، ضغطنا على ديل او ضغطنا على اف 2 او على اف 9، اي حاجه حسب اللي احنا قاعدين عليه ده، لابتوب ولا ديسك توب ولا ايه ظروفه. دي حاجه بس غالبا في الاجهزه المعتاده بتاعتنا بنضغط على ديليت يعني. كويس، لما جه يخرج هنا من بالاسكيب او جه يعمل اكزيت يعني، قال له وسايف الحاجات دي، هتقول له يس. يبقى الوضعيه الافتراضيه دلوقتي ان هو اول ما هيجي يشتغل هيشتغل منين؟ اول ما يجي يباوت هيباوت منين؟ من الاسطوانه. خلاص دلوقتي كده بدانا في عمليه التسطيب. كويس؟ ده اللي احنا كنا محتاجينه في الفيديو ده. يبقى احنا فهمنا دلوقتي الخطوات، الخطوه الاولانيه ان انا بحط الاسطوانه في قلب السي دي عشان انزل نسخه اهو. الخطوه الاولانيه ان انا احط الاسطوانه في قلب السي دي، الخطوه الثانيه ان انا اضغط على ديليت او على اف 2 او على اف 9 او على اف 10 حسب الجهاز بتاعي اللي هو بيكتب لي لو انت عايز تخش على السيت اب او عايز تخش على البايوس. كويس، الخطوه الثالثه ان انا بخش على البوت في اللي هو البوت سيكونس. كويس، ترتيب البوت ممكن يكون موجود زي القائمه اللي جت حالا، وممكن يكون موجود بشكل ثاني هنشوفه هنا في البايوس سيت اب سيميوليتور ده.
لو دخلنا في قلبه هنلاقي في حاجه اسمها ادفانسد بايوس فيتشرز. لو دخلنا على ادفانسد بايوس فيتشرز لو ضغطنا هنا، بس طبعا الجهاز ده معلوش نت، لو ضغطنا هنا يعني المفروض ان هو هيجيب لي ايه، هيفتح لي قايمه هوريها لكم حالا من كتاب المنهج الصحيح بتاع الصيانه، ده كتاب كويس جدا انصح بيه جميع الناس. اهو دلوقتي ده دخل على البايوس، ده البايوس اللي احنا كنا عليه حالا، دخل على البوت، من البوت خلى الايه، خلى السي دي الاول وبعدين الريموفابل هارد وبعدين الهارد درايف. كويس، الموضوع ده سهل قوي، بتضغط انتر وبالترنيك تحركه لحد ما يطلع فوق. حلو، دلوقتي دخلنا على ايه، على اول حاجه بقى في البايوس اللي هو الشكل الثاني. ايه هو بقى؟ عندك بيقول لك الستاندر سيموس سيت اب اهي، وبعدين عندك البايوس فيتشر، وبعدين عندك الايه الشيب سيت فيتشرز. كويس، انا عايز ايه؟ عايز البايوس فيتشر، بدل ما اضغط عليه لحد ما اضغط ايه انتر، يعني بدل ما احرك بالاسهم اسهم الاتجاهات الاربعه ومن لحد ما اوصل على ايه، على البايوس فيتشر. لما اخش على البايوس فيتشر بقى، طبعا هو ده دخل في الستاندر، الستاندر ده اللي هو بتاع التاريخ والوقت والكلام ده. انا عايز اخش على البايوس فيتشر، انزل هنا بقى اهو، الاقي هنا في حاجه اسمها البوت سيكونس، ده اللي انا بدخل عليه، بضغط على البوت سيكونس انتر، فابدا اظبط بقى الايه الجهاز، اقول له بوت رقم واحد من السي دي، وبعدين من الفلاشه، وبعدين من الهارد، وبعدين من الايه، من الشبكه، بالترتيب اللي انا قلت عليه ده مثلا. المهم ان الهارد يبقى تالت حاجه، الفلاشه او السي دي من الاول مش مشكله، تمام، انما الهارد يبقى تالت حاجه وبعديه يبقى الشبكه. كويس، ده انا كده عملت الموضوع ده. الموضوع ده سهل جدا، لو شفت حد عملها مره واحده هتتعلم الموضوع ده، هتعلم الموضوع ده بكل سهوله وهتعرف تعمله. اهو شوف، هو هنا عامل الاقلاع من الفلوبي، البوت اللي هي عمليه البوت اللي هي الاقلاع، عامل الاقلاع من الفلوبي اولا، ثم السي دي، ثم الهارد ديسك. زمان كنا بنخليها من الفلوبي، انما دلوقتي طبعا ما عادش حد عنده فلوبي، فبنعملها من الفلاش، لان ممكن من الفلاش انزل نسخه عادي. كويس جدا، دلوقتي احنا وصلنا لمرحله ان احنا وصلنا للشاشه الزرقاء اللي هي بتبدا ايه، بيقول لك ويندوز سيت اب. خلاص، هنبدا مع الفيديو ده، نمشي مع بقى المراحل سريعا سريعا. اول حاجه في الباوربوينت ده اللي هو اتعمل فيديو بعد كده، بيقول لك متطلبات نسخه اكس بي. اكس بي مطلوب منه ايه؟ مطلوب منك يكون مش عارف كام ميجا رام، سرعه المعالج 500 ميجا بايت، الرامات على الاقل 128. طبعا ده حاجات بقت ايه، قليله جدا، يعني رامات 128 دي بقت يعني جهاز من 10 سنين تلاقي رامات 128. المعالج سرعته 500 ميجا هرتز، ده موجود من زمان. فالمواصفات بتاع نسخه الاكس بي مواصفات سهله، يعني المواصفات ايه، متداوله وشائعه وما فيهاش مشكله. فانت اي جهاز بمعنى ادق اي جهاز عايش دلوقتي يقدر يشغل اكس بي في الغالب يعني. طبعا هو جري كده مش عارف ليه. المهم متطلبات التصطيب ان يكون عندك اسطوانه ذات الاقلاع بوتابل سي دي، بتجيب اسطوانه بوتابل بتشتريها من الشركه، بتنسخها من حد، طبعا النسخ غير شرعي، يعني الاسطوانات المفترض ان انت تشتري اسطوانه نسخ، النسخ غير شرعي وغير قانوني، وانت كده حقوق الشركه بتعمل فتاوى شرعيه كتير من الناحيه الشرعيه ان النسخ غير شرعي، انك تعمل نسخه من اسطوانه النسخه. لكن طبعا كل ده امر عمت به البلوى، كل الناس بتنسخ اسطوانات نسخ وبتسطب عادي، بس انا بقول اللي من لا يعلم يعني ان نسخ اسطوانه الويندوز غير شرعي، والمفروض انك ايه، او اي برنامج برضو انت بتجيبه بالحاجات الشائعه اللي يعني موجوده عندنا كلنا اللي هي الكراك والسيريال والحاجات ديت كلها من الجهه الشرعيه، فهي امور غير شرعيه. المفروض ان البرامج ده اما تشتغل على الفري او النسخ الفري او النسخ البيتا، النسخ اللي ما زالت تحت التجريب، او تشتغل على النسخ اللي انت بتشتريها، سواء بتشتريها من على الانترنت او تشتريها من المحلات الموجوده او المتوفره. المهم يعني، فبنخش بقى في المرحله دي، بيقول لك طبعا بتدخل اسطوانه الويندوز، وبعدين بتشغل الجهاز، وبعدين ايه بتظبط البايوس، تدخل على البايوس تبدا تظبط فيه زي ما هو هيدخل حالا كده اهو. كليك ديليت هنا، لو خدت بالك هتلاقي كليك ديليت، الشاشه السمراء ديت كان مكتوب عليها كليك ديليت. انا طلعت لي كده عشان اخد بالي، اقف اهو،
هنا بيقولوا بريس دي ديل اللي هي ديليت تو ران سيت اب، فانا هضغط على الايه، على الديل اللي هي ديلي، فيقوم جايب لي البايوس اهو، ده البايوس يا سيدي. فعندك مين ادفانسد باور بوت سكيورتي اكس، فانا بجيب مين البوت، من البوت اهو بخلي الايه البوت ديفايسز، اظبط بقى البوت ديفايسز الحاجات اللي انا باوت منها. خلاص بنلاقيها في حته تانيه زي ما قلنا، بعض الاجهزه بتبقى موجوده في الايه، في البايوس فيتشرز، تمام. ممكن تلاقي عندك في البايوس فيتشر سيت اب، من البايوس فيتشر سيت اب هتخش على حاجه اسمها بوت سيكونس، كل الحاجات دي بتدخل بتعلم على حاجه، بتحرك الاسهم وتضغط انتر، تحرك الاسهم وتضغط انتر، حاجه سهله جدا يعني. ماشي، تظبط بقى الفيرست بوت والسكند بوت والثيرد بوت زي ما انت عايز. خلى السي دي، وبعدين الهارد، وبعدين الفلوبي، وبعدين لما تيجي تعمل اكزيت بيقول لك سيف اند اكزيت، ولا اكزيت وزاوت سيف، يعني هتخرج وسيف ولا تخرج من غير ما سيف. طبعا انت بتاكد انك هتقول له سيف، سيف تشينجز، وبعدين ايه تعمل اكزيت. بعدين يبدا يعمل ريستارت تاني ويبدا يشتغل ويبوت، بس هيبوت من الاسطوانه المره دي بدل ما كان بيبوت من الهارد، فتبدا عمليه تصطيب الاسطوانه. خلاص كده ماشي خالص مع عمليه تصطيب الاسطوانه. طبعا هو بيجيب لك بقى تحت كده حاجات تمشي معاها، الحاجات دي غالبا بتبقى انت ماشي عادي، بس طبعا لو انت الجهاز بتاعك متوصل بطريقه مختلفه غير بتاعتنا، يعني مثلا مستخدم سكازي او بتاع، فتلاقي تحت بيقول لك لو عندك سكازي او موصل للهارد بسكازي اضغط اف 6. فانت ايه تاخد بالك من الكلام اللي تحت ده، عامه الناس ما يهمهمش يعني، عموم الناس مش عندهم الموضوع ده. المهم يعني، فانت بتقوم ماشي معاه عادي خالص، الاسطوانه شغاله لوحدها، كل الكلام ده بيتحمل لوحده من غير ما انت تضغط على حاجه. كويس، هنا بقى بيخيرك، يقول لك انت عاوز تعمل ايه، تسطب نسخة اكس بي ولا تصلح نسخة اكس بي، ولا عايز تخرج من الموضوع ده خالص. عايز تخرج من الموضوع ده خالص اضغط اف 3، عايز تسطبها اضغط انتر، عايز تصلحها اضغط ايه ار، فانت هتضغط انتر عشان تسطب نسخة اكس بي. يجي بقى يوريك الاجريمنت، اللايسنس اجريمنت اللي انت هتوافق عليه، اللي هي الاتفاقية مع الشركة. وصلنا لحته مهمه قوي هنا، لو لاحظت هتلاقي كاتب لك ان بارتيشن سبيس، يعني مساحه غير مقسمه. كلمه بارتيشن يعني مقسم، بارتيشن يعني مقسم، فهي مساحه غير مقسمه. يعني ايه بقى مساحه غير مقسمه؟ وصلنا لفكره يعني ايه بارتيشن ويعني ايه فورمات. دلوقتي ان عند الهارد ديسك بتاعي بيجي من الجهاز، بيجي اصلا متفرمت. يعني ايه بيجي متفرمت؟ يعني بيجي ابيض، مش متقطع، مش متقسم، فبيجي كله بيجي فاضي وبيجي مش متقسم. حلو، انا بقى عشان اتعامل معاه لازم اقسمه على الاقل قسمين، القسم الاولاني للبرامج وللنسخه اللي هو السي، والقسم الثاني اللي هو الدي لباقي الحاجات. كويس، يعني على الاقل للجهاز يبقى ايه، يبقى على الاقل الجهاز ايه حاجتين. يكون ايه بارتيشنين، يعني الجهاز يكون بارتيشنين. ففي حاجه اسمها الفورمات اللي هو الجهاز اصلا بيجي بيها، ان الجهاز بيجي متفرمت. يعني ايه متفرمت؟ يعني الجهاز بيجي ابيض، كويس، ورقه بيضاء مش متقسمه مش متسطره. انا بعمله عمليه بارتيشن، يعني بقسمه اجزاء. كويس، فهو بيقول لك ان بارتيشن يعني غير مقسم، يعني كله على بعضه كتله واحده. فهو لما بيبقى كتله واحده الجهاز ما بيعرفش يعمل معاه حاجه، الكمبيوتر ما بيعرفش يعمل معاه حاجه، لازم تعمله بارتيشن، لازم تقسمه البارتيشن. كويس، تمام. طب فرضنا ان الجهاز ده انت زهقت منه بعد كده، وزهقت من الداتا اللي عليه كلها، وعايز ترجعه زي ما كان بقى، بتعمله عمليه فورمات بقى، انك تمسح كل اللي عليه خالص وترجعه زي ما كان الاول خالص. يبقى دلوقتي في حاجتين بيحصلوا، فورمات وبارتيشن. فورمات اللي هي عمليه التشكيل، فورمات اصلا معناها تشكيل، وبارتيشن اللي هي عمليه تقسيم. كويس، لما برجع اشكله من الاول خالص يبقى انا برجعه كانه ما كانش عليه حاجه، وبرجعه كله سايح في بعضه. انما لما بعمل بارتيشن بقسمه ليه، لبارتيشنز او لايه، لاجزاء.
دي حاجة. فطبعا بيقول انت عايز تقسمه البتاع، فحط هنا الرقم اللي انت هتقسمه عليه، فبتحط انت الرقم اللي انت هتقسمه اذا كنت عايز بارتيشن 2 3 وتضغط له انتر عشان يعمل كرييت، اللي هي كرييت يعني يقسمه خلاص. فبيقول لك دلوقتي انت عندك بقى عندك بارتيشن واحد، وعندك ايه في مساحه تانية ان بارتيشن، لسه مساحه تانية ما اتقسمتش، فدلوقتي بقى عندك بارتيشنين وعندك ان بارتيشن سبيس 8 ميجا كويس. بعد كده بتدخل انت على اول واحده فيهم اللي هي متعلم عليها. نرجع سنه هنا، بيدخل الرقم اللي هو ايه بيقسمه كويس. بندخل على اول واحده فيهم اللي هي الاولانيه دي اللي هي السي، طبعا هم بيسموا سي دي اي اف كده. بتدخل على اول واحده فيهم وتعملها ايه ان تي اف اس، ممكن ان تي اف اس كويك وممكن ان تي اف اس عادي. المهم هو عمله هنا كويك اللي هو اول الواو الواحد، تالت واحد بيبقى ان تي اف اس، وبعدين بيعمل بقى تشيكنج على الدرايف. وبيقول لك بقى هنبدا نعمل ايه، نعمل كوبينج للفايلز، الفايلات من عندك على الاسطوانه لقلب الجهاز. الموضوع ده بياخد وقت شويه، فاحنا قلنا بنختار اول بارتيشن اللي هو السي وبنضغط عليه ونبدا بقى نكمل معاه تصيب النسخه. هنراجع كل الصور دي بشكل اوضح في خلال ملف النت اللي انا منزله من على النت بره ده، هنشوفها حالا اوضح كل الخطوات ديت بصور اوضح، يعني من الصور دي لان صورة الفيديو مش واضحة اوي. بيبدأ بقى يحمل ملفاته عادي ويشتغل، ويقول لك بليز ويت استنى كده ما هنعمل ايه، نشوف الويندوز اكس بي كونفجريشن والكلام ده. طبعا انت طول ما هو ماشي شغال ما بتعملوش حاجه، هو لما بيجي يسالك اعمل ايه بتضغط ايه، بتعلم الحاجه وتضغط انتر، ده اللي انت بتعمله طول ما انت بتنزل نسخه. ملك تنزيل النسخه دي عمليه من اسهل ما يمكن، اسهل من قعد على الجهاز نفسه، بس كل موضوع الناس ما تعرفهاش، زي عمليه تجميع الجهاز سهله برضو جدا كويس، محتاجه انك تشوف ثلاث اربع فيديوهات وبعدين تشوف واحد بيعملها وبعدين تطبقها انت قدامه، بس هتطبقها مره واحده خلاص حفظتها. بيعمل ريبوت دلوقتي، بيعمل ستارت اهو دلوقتي، بيبوت ايه، ما تدوس على الزر عشان يبوت من الهارد، فانت دلوقتي بيبوت من الهارد بقى، دلوقتي النسخه نزلت بقى عندنا نسخه اكس بي دلوقتي. على الهارد بتاعك طبعا، والهارد اللي كان جايبه كان هارد ان بارتيشن، يعني كان هارد كانه جديد يعني كويس. دلوقتي انت ايه تبدا الملفات النسخه بقى تكمل، مش معنى اللي انا قلت ان بعدنا نسخه إن لا، يعني بعدنا نص النسخه اللي هو الجزء الاولاني من الملفات الاساسيه دلوقتي اتحملت، فدلوقتي هو بيعمل انستليشن النسخه بقى، النسخه بتفرد نفسها خالص بقى، تاخد وقتها بحيث تشتغل باسرع ما يمكن على الجهاز. انما الملفات الاساسيه اللي كان المفروض تتنقل عشان العمليه ديت، يعني المرحله اللي احنا كنا شغالين فيها المرحله الزرقاء الاولانيه ديت كانت مرحله الاعداد للموضوع. هنا دلوقتي بيبدا ايه؟ بيبدا يعمل انستليشن، بتبدا انت تظبط بقى الاعدادات بتاعتك، بتخش على كاستمايز هنا وتقول لانجويج، وتخش هنا تعلم صح على اللغات ديت وتقول له ابلاي عشان يحمل اللغات اللي مش موجوده عنده. لو النسخه بتاعتك متعدله وفيها الكلام ده ما بتحتاجش تعمل الموضوع ده، تخش على الادفانسد التاب بتاع الادفانسد علشان تختار منه اللانجويج اللي انت عايزها. طبعا بتختار ارابيك، بتشوف الارابيك اللغه العربيه بتاعت مين، اذا كان سعودي اريبيا او اذا كان ايجيبت مثلا، هو طبعا الراجل ده على سعودي اريبيا، وبعدين ابلاي وبعدين اوكي. دلوقتي كده ظبط ايه الاعدادات بتاعته على اللانجوج. بيقول لك بقى الجهاز ده سميه اي حاجه، انتر يور نيم اند اورجنايزيشن، الاورجنايزيشن بتاعتك بتكتب له اي حاجه برضو، وبعدين برودكت كي بقى. المفروض ان انت لو معاك نسخه اصليه، ايه اللي هيحصل لو معاك نسخة أصلية؟ لو معاك نسخة أصلية يقول لك دخل لي برودكت كي،
يعني قصدي ايه، لو معاك نسخه اقصيه هيبقى معاك برودكت كي اللي هو مفتاح المنتج ده، بيبقى موجود على الـ على الـ على الاسطوانه اللي انت شاريها، بيبقى موجود عليها من بره الايه، بيبقى موجود على الكفر بتاعها كويس، على السي دي كفر زي ما هو كاتب لك اهو. ماشي، بتقوم واخده كاتبه بقى انت هنا بالكيبورد، دايس في قلب المربع، مربع مربع مربعات قدامك دوت، او مستطيل مستطيل، مخلص الخمسه كويس. لو مش معاك والنسخه اللي معاك دي متظبطه حد لعب فيها، بتبدا لما انت بتسطب كده النسخه بتلاقي الدنيا ماشيه، وبتلاقي ان هو مطلوبش منك برودكت كي. كل الحاجات دي عايز تخش في حاجه من الحاجات دي، تظبط التايم، تظبط تظبطش التايم، انت حر، ممكن تظبطه تاني لما تخش على الجهاز من جوه، تبدا تخش بقى المجال اللي انت فيه، وتقوم مظبط التاريخ لو انت عايز كمان من فوق عادي خالص. ماشي، برضه نيكست نيكست عادي. سيبه ياخد وقته، الموضوع ده حسب سرعة الجهاز، وحسب سرعة السي دي نفسه، وحسب سرعات حاجات كتير، بياخد وقت. يعني ممكن الاسطوانة دي النسخة دي تتسطب في ساعة، ممكن في نص ساعة، ممكن في تلت ساعة، ممكن في ساعة ونص، عادي يعني، سيبها تاخد وقتها عادي. حسب برضو النسخة، ممكن نسخة تكون تقيلة، ممكن نسخة تكون كبيرة، ممكن تكون خفيفة، وحسب طبعا هي أصلية برضو ولا مش أصلية، وممكن تكون الأسطوانة قديمة أو متجرحة. فده كل العوامل دي بتسرع أو بتبطئ من عملية إيه، تصطيب النسخة. طبعا الانستليشن دلوقتي كومبليت، يعني خلص خلاص، ودي دلوقتي دخلنا في إن إحنا داخلين على الويندوز، زي الويندوز اللي حضراتكم شايفيني قاعد عليه دلوقتي. بنشكر طبعا الاستاذ هيثم زيدان، وايميله موجود وموبايله موجود للي عايز يتصل بيه. الكلام ده كان معمول في 25 نوفمبر 2006. ده دخلت على النسخة بقى، تبدأ ممكن تظبط اي حاجة من الحاجات اللي انت عايزها. بيقول لك هنا انت عايز تعرف على اكس بي، لا الايقونة اللي بيجي لك في الاول دي، ممكن تقول له نيكست، او ممكن تقول له كانسل زي ما هو عمل، الراجل عمل كانسل. وتبدأ لو عايز تغير الخلفية أو تعمل أي حاجة، وطبعا نخش على البروبرتيز، ممكن تغير الخلفية أو ممكن تظهر الأيقونات المخفية الأساسية، فهو يخش على كاستمايز ديسكتوب ويعلم على الأربعة الأساسيين دولت عشان يظهروا كمان، يبقوا موجودين على الديسكتوب بتاعه. بس كده الراجل خلص الفيديو بتاعه، اتعرفنا في الفيديو ده على ازاي نسطب النسخة كويس. هنعمل مراجعة سريعة على الموضوع ده من خلال هاو تو فورمات، مش هاو تو فورمات بقى، مكتوبة غلط، هاو تو انستول، انستول ويندوز اكس بي. الاول قلنا بنخش على البايوس زي ما قلنا باشكاله المختلفة، البايوس ده له عدد لا نهائي من الاشكال، فما تقوليش شكله عندي مختلف، كلنا اشكالنا غير بعض كويس. بتخش عليه، قلنا يا اما بتخش عليه بتلاقي كلمة بوت، بتلاقيهم تابات فوق بعض كده، وبتلاقي كلمة بوت بتقوم داخل على بوت، ده حالة. حالة تانية بتلاقيهم مرصوصين تحت بعض، بتقوم داخل على البوت فيتشرز، قصدي على البايوس فيتشرز، ومن البايوس فيتشرز بتخش على البوت سيكونس كويس. ممكن ما تلاقيش بوت سيكونس، ممكن تلاقيها على طول فيرست بوت، سكند بوت، ثيرد بوت، او ممكن تلاقي بوت سيكونس وجواه بقى فيرست بوت، ثيرد بوت، سكند بوت، ثيرد بوت كويس. يعني ممكن تلاقي البوت سيكونس جواه الثلاثه، او ممكن تلاقي الثلاثه محطوطين من غير ما يكون عامل لك بوت سيكونس كويس. تقوم جايبه ماشي. طبعا هو انا بتكلم عن حاجه، ان انت عندك ايه بوت، فبتخش بقى وتظبط زي ما قلنا بالاسهم، وانت خارج بيقول لك ايه، تقبل التعديلات دي ولا ما تقبلهاش، فانت تعمل سيف اند اكسيت، تبدا بقى تقول له هنا انتر ان انا عايز اسطب ايه، عايز اسطب النسخه. طبعا انا وانا ماشي وبتكلم دلوقتي ممكن تتوقف الفيديو وتقرا الكلام الانجليزي الموجود ده بحيث تعرفه انت قبل ما تسطب النسخه. هنا طبعا بيقول لك هتضغط انتر لمتابعه التسطيب، هتضغط السي عشان تعمل كرييت، هتضغط عايز تحفظ في اي حاجه من حاجات، هتضغط دي اللي هي رمز ديليت، يعني عشان تحذف اي بارتيشن من البارتيشنات دي كويس. فهو ضغط انتر
لا ده هو كاريت كمان بارتيشنز وبعدين ضغط انتر. فلما دخل انتر بقى قال له هتختار بقى الفايل سيستم ايه. انت عندك الفايل سيستم ان تي اف اس وفات، ان تي اف اس وفات. الان تي اف اس هو الحديث، فان تي اف اس ممكن تختار ده او ده الاولانيين. كويس، لو اخترت التالت والرابع مش وحشين برضه بس بيأثروا على الهارد، فالافضل انك ما تختارهمش، تختار ان تي اف اس كويك وان تي وفات كويك. فانت بتختار حاجه من الاثنين، بنختار اول واحد اللي هو الان تي اف اس، لان طبعا افضل من ناحيه التوافق والحاجات ديت من الفات. بس الفات لو انت هتشغل حاجات قديمه قوي، لو عندك حاجات من 10 15 سنه، برامج او العاب او حاجه قديمه قوي، الحاجات دي بتحتاج انك تسطب لها فات. بس ان دي اف اس في اوبشن برضو انك ممكن تظبط الموضوع ده وتشغل الحاجات القديمه. المهم يعني بشكل عام عشان تفتح دماغك خالص بتختار اول واحده ان دي اف اس كويك. لو لاحظت تحت هتلاقي في ان دي اف اس من غير كويك، لا انت بتختار الكويك وبتضغط ايه انتر وبتنيك ماشي. بيبدا يعمل عمليه ايه الفورمات وتهيئه القسم اللي هي الفورماتنج، والتنك ماشي معاه، يبدأ ينسخ في الملفات وبعد كده يعمل ريبوت وبعد كده يسطب النسخة زي ما حضرتك شايف. وبعد كده بنظبط موضوع اللغة، نضغط هنا صح عشان نعمل ايه اللغات اللي بتتكتب من الرايت تو ليفت، اللي هي اللغات اللي بتتكتب من اليمين الشمال زي اللغة العربية يعني. فانت بتقول له علم صح عشان نعمل اللغة دي، بيقول لك اوكي، تقول له اوكي بتعلم صح في اللانجوج على الموضوع ده. وبعدين ايه لو عايز تخص ادفانسد زي ما الراجل كان دخل وايه وتختار الموضوع اهو زي ما هو عمل، دخل ادفانسد وبعدين هنا واختار ارابيك سيريا. طبعا العربي سوري زي المصري زي السعودي يعني، الفروقات طفيفه للغايه يعني، او يكاد يكون ما فيش فروقات يعني. ممكن بقى من ريجنال اوبشنز تيجي يعني ريجنال اوبشنز وتختار بقى اذا كنت عايز تسطب تغير اللغه، قصدي تغير النمبرز الارقام تكتب ازاي، الكرنسي العملات تكتب ازاي، تايم، اي حاجه من الحاجات دي عايز تظبطها. وبعدين نيكست، نيكست بتكمل عادي. النيم والاورجنايزيشن بتكتبهم، وبعدين بتكتب رقم المنتج اكس بي الخاص بك، وبعدين بتكتب الكمبيوتر نيم وتظبط التاريخ وتظبط التايم زون، تشوف انت تبع اي تايم زون. طبعا احنا تبع كايرو، اي كل واحد بيشوف التايم زون العلامي اللي هو تبعه، وتبدا تسطب النسخه، تكمل تخليها تسطب تكمل تصيبها. بيقول لك اعدادات كارت الشاشه والحاجات ديت، كارت الشبكه قصدي، الحاجات دي تيبيكال يعني الحاجات الاساسيه، تقول له اه، هتقول له برضو هنا لو مش ضايف الحاجات دي حاجه هيبدا يسطب معاك النسخه، هتقول له اوكي ان انت بيقول لك ايه ان انا اظبط حسب السكرين ريزوليوشن، هتقول له اوكي عادي. البتاع دي ما جابهاش هو في الفيديو ديت، هيجي يقول لك بقى ويلكم تو ويندوز اكس بي ومش عارف عايز ايه، هتقول له نيكست زي ما هو ضاغط هنا. هيقول له عايز هيلب بروتكت يو بي سي، ممكن تعمل له هيلب باي تيرنينج اون اوتوماتيك ابديت ناو، يعني انت ممكن تعمله انك تفتح ان الجهاز يبقى محمي بحيث انك كل ما ينزل جديد على النت معاني النسخه او ملفات النسخه يتحمل على جهازك مباشره فيعمل اوتوماتيك ابديت، يعني الجهاز يبقى بيتحدث تحديث تلقائي. انا ما انصحش انك تعمل كده، انا انصح انك تعمل نوت رايت ناو وتبقى انت تعمل تحديث كل ما تحتاج. بيشوف موضوع الانترنت، طبعا هو بيشوف موضوع الانترنت بتقول له سكيب يعني عديها فوتها. بيقول لك عايز تعمل ريجستريشن يعني عايز تعمل تسجيل او ريجستر يعني مع مايكروسوفت، هتقول له نوت ات ذس تايم يعني. واليور نيم بتيجي تكتب اسمك هنا، الاسم بتاعك عايز تكتبه عربي او انجليزي، بيقول لك ثانك يو، بتقول له نيكست ويلكم فيرست ذا بروبلمز، مش عارف مش فاهم يعني ايه قصده فيرست ذا بروبلمز، اول المشاكل يعني مش عارف. المهم بتقوم ماشي، تلاقي دخلت على النسخة عادي. هنا طبعا بتقول له كنسل وخلاص. انت هنا ممكن تقوم داخل على الراجل ده وتقوم لاغي من السكيورتي سنتر، تقوم لاغي، بس هو طبعا الشاشه مش واضحه، تقوم لاغي التحديث التلقائي، تغير لو انت عايز تغير ال بتاع وشال الهايبرنيت، تعلم بقى الحاجات دي قلناها شرحناها قبل كده. طبعا دي طبعا رغبتك الشخصيه، مش شرط تلتزم بالراجل ده عامله يعني.
كل حاجات اللي هو عاملها دي حاجات شخصية، يعني مش شرط انك تلتزم بأي حاجة من الحاجات اللي هو عاملها عشان نشوف هو وصل شكل الويندوز الشكل ده. قد يكون شكل الويندوز من مش ملون، ده اللون الرمادي ده ما انت بتحبوش يعني، قد تكون انت ما عندكش نت اصلا. الاختلافات ديت من جهاز لجهاز عادي. المهم الاساسي لحد ما نوصل لهنا اهو، ان احنا وصلنا ان احنا عندنا نسخة كويس ودخلنا على النسخة كده. يبقى استعدنا مع بعض في حلقة ظريفة ازاي تسطب نسخة اكس بي. طبعا بعد ما تسطب نسخة اكس بي ممكن تلاقي الصوت مش شغال، الصورة وحشة، الحاجات دي مش موجودة، لان كارت الصوت وكارت وتلاقيه ما بيخشش نت. التلاتة دولت التلات كود الأساسيين دولت، اللي هو كارت الشاشة وكارت الصوت وكارت اللان اللي هو كارت الشبكة، التلاتة لازم يتسطبوا من على الأسطوانة بتاع المذر ده. لو كانت المذر بتاعتك بيلت إن، يعني المذر لو كان جاي معاها كارت الشاشة وكارت الصوت وكارت الشبكة زي المذر العادية المعتادة بتاعتنا ديت، يبقى أنت محتاج تسطب التلات كروت من على الأسطوانة بتاع المذر. لو ما كانتش جاي معاها الحاجات دي وكانوا جايين من بره، يعني المذر كان بيلت أوت، بتحتاج انك تجيب كل اسطوانه من الاسطوانات اللي جايه مع الحاجه وتدخلها في الجهاز وتضغط بقى عليها عادي وتنيك ماشي نيكس نيكس نيكس. هنبقى نستعرض في فيديو اخر عمليه تسطيب الكروت، نبقى نوريها لكم في فيديو يبقى صغير كده، بحيث الناس عينيها تتعود على موضوع نيكس ده وما تبقاش قلقانه منه وتبقى ماشيه في عادي في موضوع التسطيب. اظن ان احنا صعدنا موضوع تسطيب النسخه والويندوز اكس بي انستليشن بشكل كويس، واظن ان هو اول مره شريح بالعماله المصريه بالاسلوب ده، واظن ده ممكن يكون حاجه كويسه ومفيده للناس. ويا رب تكون دي اضافه كويسه لصناعه الكمبيوتر، ويا رب تكون السلسله عجباكم. وفي انتظار اي تعليقات او اقتراحات منكم. نرجو لكم كل توفيق، ونرجو منكم الدعاء لنا جميعا بصالح الغيب. شكرا لكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسف اولا واخيرا على الاطاله. ربنا يوفقكم، يا رب تكون الحلقه مفيده ليكم وتنفعكم وتساعدكم ان انتم تسطبوا وتنزلوا نسخكم بنفسكم، وتكون الحلقة دي إضافة لمعلوماتكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.